يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لكم الحكي ما أدري شنو. لا هاي تفاسير بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه المادشون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحامل الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال. السيدة زينب عليه السلام كان عندها درس تفسر به قرآن. أقول هي صح وصلتنا معلومات مو كثيرة عن السيدة زينب، ولكن الواحد منها يعادل الكثير. السيدة زينب كتبنا كلها اللي ألفت في السيدة ذكرت هذا الأمر، أن السيدة زينب كان عندها درس شنو؟ تفسر به قرآن. وصلنا شيء من تفسير السيدة زينب قليل، مثلا مما وصلنا من تفسير السيدة زينب عليه السلام أنه تفسر كاف أو تأول سيدة تقول قول كاف هاء ياء عين صاد. السيدة زينب تقول كاف كربلاء. هذا ورد كل الكتب المؤلفة في زينب ذكرت هذا المعنى. طبعا هنا أنا تفسير مو على مستوى الظاهر هذا أو تأويل مو على مستوى، هاي طريقة أهل البيت عليهم السلام. هذا إذا دل على شيء فإنما يدل على أن لهذه السيدة علم خاص. ولعله هذا اللي أشار لزين العابدين أنت بحمد الله كما في كتاب الاحتجاج للطبرسي، كأنه حسب الظاهر الطبرسي مو الطبرسي، حسب الظاهر الأصح الطبرسي ما أعرف السلام. عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة. الكاف كربلاء، الهاء هلاك العترة. طبعا البعض يعترض من أقول هلاك العترة، يقول هلاك ما يناسب أهل البيت، هلاك كلغة عربية ما هذه مشكلة. القرآن الكريم يعبر عن يوسف أنه فلما هلك، يقول عن يوسف النبي هلك يعني مات. الآن جرس الكلمة هلك يستعمل إلمن للظالم للكذا، سابقا مو هالشكل. هذا مثل البعض يعترض يقول شلون في زيارة عاشوراء عن الأمة اللي شنو جاهدت، شلون جاهدت؟ الجهاد عادة يستعمل بالجانب السلبي لو الإيجابي، الإيجابي فشلون جاهدت الحسين؟ البعض إيش يقول؟ يقول شلون الإمام يستخدم أو حديث قدسي زيارة عاشوراء أو واردة عن الباقر أو الصادق؟ هسه أكو اختلاف مالي شغل بي. شلون الإمام أو الحديث القدسي يعبر جاهدة الحسين؟ الجهاد يستعمل في الجانب الإيجابي، يجاهدون الحسين شلون يجاهدون؟ يقول لا، القرآن الكريم يقول وإن جاهداك على أن تشرك. ما صحيح الكلام ولا جاهدا أن تشرك. هسه المقصود هذا بحث ياخذ طابع تاريخ اللغه وفشي هسه، هذا ترك الوقت ان شاء الله ما تعبكم به. المقصود انه هلاك يعني مثلا موت او كذا، الكاف كربلاء، الهاء هلاك العتره، الياء يزيد قاتل الحسين، عين عطش الحسين، الصاد صبر الحسين. شنو زينب تقول؟ هاي طريقه اهل البيت في تاويل القران، هاي مو طريقة التفسير الظاهرية لعد المفسرين بشكل عام. لا، نفس هذا التأويل اللي قالته السيدة زينب في هذه الحروف المقطعة نفسه ورد في توقيع لإمام زماننا. راجعوا توقيعات أنا السنخو بحث المطالب العلية في العقيدة المهدوية 45 محاضرة وإحنا في بدايتها ما كملنا، فقرابة 15 محاضرة في توقيعات الإمام المهدي. إذا الأحبة تابعوا المجالس بعدها تابعوا ما تابعوا، أكثر من 15 محاضرة بس بتوقيعات الإمام المهدي أسولف. توقيع من توقيعات الإمام المهدي يسأل شنو معنى كاف هاء يا؟ يقول الكاف كربلاء، يعني كما قالت عمته الهاء. شوف توقيعات الإمام يا أخي، راجعوا بعد، يراجعوا تأكدوا.
الكاف كربلاء الهاء كلاك العثرة الياء يزيد العين عطش الصاد صبر الإمام المهدي في توقيعه مثل ما عمته زينب قالت قبله. هذا يدل على أن علم السيدة زينب بالقرآن علم خاص، مو مثل علم المفسرين العاديين مثلا، لا الأمر يختلف.